وللمزيد حول معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 ينضم إلينا من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الزميل يحيى العمري مراسل مركز الأخبار. مساء الخير يحيى، وهل تحدثنا عن أبرز فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع؟ نعم زميلتي مريم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. بالفعل أنا متواجد هنا في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يشهد اليوم الثاني من انطلاق معرض ومؤتمر بايدك. هذا المعرض والمؤتمر الذي شهد إقبالا كبيرا من أكثر من 200 شركة دولة حول العالم وبمشاركة 10,000 زائر. هذا الحدث البارز والهام لقي مشاركات دولية واسعة وكذلك مشاركات محلية أيضا هامة، حيث تشارك قوة دفاع البحرين بمختلف أسلحتها ووحداتها مشاركات نوعية وهامة في هذا الجناح الخاص خلفي تماما هنا، إلا أن المشاركة الملفتة هي التصنيع العسكري. بدأ باكورته الأولى في مملكة البحرين في هذه المدرعة ناقلة الجنود فيصل، والتي سأتحدث عنها بإسهاب أكثر مع ضيف الكريم سعادة العميد مهندس متقاعد عيسى المحميد. أرحب بك سعادة العميد، من وجهة نظرك ما هي أهمية أن يكون لدينا مدرعة صنعت محليا في مملكة البحرين، وما الذي يميزها؟ أولا أشكر تلفزيون البحرين على المقابلة. الحقيقة طبعا الناحية الاستراتيجية، انت اذا تملك سلاحك بتكون افضل من انك تستورده وتشتري الوقت. فهذه الآلية طبعا جاءت من قبل صاحب المعالي القائد العام وتوجيهات انه يكون دراسة وتصنيع قانون المدرعة، يعني في مواكب المدرعات اللي نشتريها من بعض. وبدينا فيه طبعا من 2016 الى الان، وصارت فيه دراسه وحسابات الى ان وصلنا للتصنيع، فاكتملت في هذا الشهر وان شاء الله تكون يعني مبينه للجميع. تحديدا مدرعه فيصل، لو تشرح لنا اكثر وللساده المشاهدين حتى تكون الصوره اوضح، ما الذي يميزها كمدرعه؟ تختلف، هل تختلف في ناحيه تصنيعها، استعمالها، الياتها؟ طبعا هذه المدرعه من النوع اللي يسمونها المد امراب، اللي هي مضاده للالبان ومضاده للطلقات 7.62، الآلية ذات قوه محرك كفايه ان هي تتغلب على كل المصاعب او الاراضي البحريه والجبال. المحرك يعني اخترناه محرك مشهور كومنز على 300 حصان، والجير بوكس نفسه قوه العزم، عزم المحرك 1100 نيوتن متر، فعندنا عزم الاليه هذه على العجل ضعف العزم اللي تحتاجه. فيها مميزات ان هي تقدر تغير شكلها بسهوله، يعني ترفع الجسم الاليه خلال 15 دقيقه او 20 دقيقه، وتحوله من ناقله جنود الى اسعاف الى شحن، اي نوع من الاليات اللي تحتاجها. هذه كمميزه فيها. ثاني شيء هي الاليه ناقله الجنود حاليا تشيل 8 اشخاص، ممكن احنا لو حبينا نسوي 10 حسب رحمه القوات. فهذه كآلية ما دام تصنع عندنا في البحر بالكامل، فنقدر احنا نتحكم في اي شيء. سعادة العميد عيسى محمد، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت، وبالفعل هذا الانجاز وهذا التصنيع الذي بدأ هنا في مملكة البحرين لم يأتي من فراغ حقيقة، إنما هو جهود محلية وجهود وطنية تتفاخر بها مملكة البحرين من سواعد منتسبي قوة دفاع البحرين. وأيضا لم يأتي ذلك إلا بتوجيهات من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لمملكة البحرين. هذا كل ما لدي زميلتي مريم، وبالتأكيد سأنقل لكم أنا والزملاء الأعزاء الكثير من المميزات التي يتمتع بها معرض ومؤتمر بايدك 2019 اليوم. نعم. وغدا بإذن الله.
نعم الزميل يحيى العمري، كل الشكر لك ولكافة أفراد الفريق المتواجد هناك لنقل وتغطية فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019. شكرا جزيلا لك.